اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنبغي نشكركم على هذه الاستضافه هذه. بالنسبه لاحمد حموده، في هذا الموسم هذا ان شاء الله يعني جاني عرض من فريق قطري، وقعت له العقد ان شاء الله، غادي ننتقل له في هذه الايام هذه. كنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن الجماهير ديال النادي. لا، انا قبل ما نمشي فجددت عقد مع فريق اتحاد طنجه، يعني غنمشي اعاره الموسم واحد وهذا اللي كاين. بالنسبه للعرض ديال الرجاء، فجاوني عروض من فرق اخرى. العرض ديال الرجاء هو اللي كان يعني عرض محترم، لا بالنسبه لي انا كلاعب لا للنادي. ف يعني ومن بعد يعني الجماهير ديال الرجاء فهي طالبت باللاعب احمد حمودان. انا هذا الشيء هذا الصراحه يعني الجماهير كلها رحبت بيا وهذا، فهذا الشيء اثر فيا. خرجت باش يعني نوضح لهم هذه الامور هذه، لان كانت الناس كتهضر ماشي كتهضر بدون الاسم ديالي. الانتماء ديالي هو لاتحاد طنجه، والحب ديالي للفريق الجماهير ديال اتحاد طنجه ولا النادي اتحاد طنجه كيفوق يعني الحب ديالي لاي حاجه اخرى ولا اي نادي اخر. بالنسبه يعني للناس يعني اللي كيهضروا يعني على حمودة انه كيتباع المال وهذا، فانا فتره ديال 5 سنين كان كل موسم كيجوني عروض من عند فرق، وبالاخص يعني من بعد ما دخلت المنتخب الوطني فجاوني عروض كثيره لا في المغرب لا خارج المغرب. وكان دائما الحلم ديالي والهدف ديالي يعني دائما انني خصني نحقق شي حاجه لهذا النادي هذا ولهذا الجمهور هذا. فالحمد لله ربي ما خيبنيش. دابا حاليا يعني في العمر ديالي 28 عام يعني حمودا فات السن هذا، فانا يعني كنحاول نبحث على المستقبل ديالي من بعد الكره. ودائما انا يعني حتى يعني ملي كنمشي فما كنمشيش وكنفكر غير في راسي، بالعكس فانا قبل ما كيهضر معايا النادي كنقول له ضروري خصك تهضر مع فريق اتحاد طنجه باش حتى هما يستافدوا. دائما كندافع على النادي ديالي، وحاليا يعني دائما كنمشي اعاره يعني كنستافد انا والفريق حتى هو كيستافد، وهذا في الصالح ديالي وفي الصالح ديال النادي ايضا. لا بالعكس، انا في ديك النهار بالضبط فوقعت عقد مع فريق قطري، وقعت عقد فاتفقت مع المكتب ولا الجهاز التقني ولا الكل يعني لانني في ديك اليوم هذا كنخرج. فديك الشيء اللي كان يعني خرجت في الصباح، المساله ديال 4 الصباح ولا هذا كلام فارغ منه. بالعكس انا دائما كنواظب التمارين ديالي ودائما كنبغي نعطي صورة على راسي مزيانة كلاعب محترف. كنحترم دائما الفريق ديالي ولا المدرب ولا هذا، وبالامكان ديالكم يعني تسقسيو يعني الزملاء ديالي اللي لعبوا معايا قبل ولا المدربين اللي لعبت معاهم قبل. فدائما كنكون بيني وبينهم واحد الاحترام اللي هو كبير لدرجة اننا كان دائما كيعتبروني الاخ ديالهم ولا هذا، والحمد لله. اول حاجه انا ما سئتش للفريق اتحاد طنجه، بالعكس فريق اتحاد طنجه يعني دوزت مع احسن ايام يعني في المشوار الكروي ديالي. هاد الايام اللي دازت حاولت دائما انني نبصم على مواسم جيده ودائما نقدم الافضل للنادي ديالي، لان يعني خير سابق، ولا الجماهير ولا الجامع فكلهم يعني ساندوني طيله المشوار ديالي. في الاوديو يعني ما يمكن ما عرفتش نختار الكلمات وخانوني الكلمات بنسبه كبيره، يعني ما فهموش الميساج فين ماشي. وانا يعني ما كنتش كنظن ان الجماهير ديال اتحاد طنجه تفكر شي مره باللي حمودان يعني كينتمي لشي فريق اخر. بالعكس انا فريق اتحاد طنجه هو فريق الام ديالي، ومن بعد ما غنسالي الكره فدائما غيبقاو يجبروني في المدرجات كنشجع فريق اتحاد طنجه. وانا ملي كنمشي اصلا ملي كنمشي يعني خارج المغرب، ملي كنحترف خارج المغرب فمباريات ديال اتحاد طنجه هما اللي كنتبع في البطوله الوطنيه، فقط مباريات ديال اتحاد طنجه. كذلك مع الاصدقاء ديالي وهذا في خارج المغرب كنفتخر انني كنسمي فريق اتحاد طنجه، وكنفتخر بالجماهير. ودائما يعني حتى مع الاصدقاء ديالي دائما ديك الصوره ديال الجماهير وخصوصا اولترا اير كوليس، فانا دائما كنحاول يعني نوصل ديك الصوره للناس اللي خارج المغرب.
دائما يعني في الغربة ديالي، فدائما كنحاول يعني نسمع الاغاني ديال اتحاد طنجة وديال جماهير اولتراير كوليس، وحتى دائما قبل المباريات وهذا، فهاد الاغاني هادو كيخليوني نرجع للماضي وكنتفكر الذكريات يعني اللي دوزت مع فريق اتحاد طنجة واللي غتبقى دائما للابد.